السلام عليكم وأهلا بكم. دارت مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وبين ألوية الحماية الرئاسية، ووصفت الحكومة الشرعية ما يجري محاولة انقلاب على الشرعية يشبه انقلاب الحوثيين في صنعاء. وأكدت المصادر الميدانية استعادة مبنى رئاسة الوزراء في الوقت الذي دعا فيه رئيس الجمهورية لوقف الاشتباكات التي حدثت في خور مكسر والمنصورة ومناطق أخرى. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش تداعيات محاولة الانقلاب على الشرعية في عدن في محورين: مدى قدرة الشرعية على إحباط أي محاولة انقلابية عليها في عدن، ومسؤولية التحالف العربي وخصوصا الإمارات مما يجري في عدن. وصفت الشرعية على لسان رئيس الوزراء أحمد بن دغر ما يجري في عدن انقلابا على الشرعية، وطالبت الإمارات باعتبارها صاحبة القرار الفعلي في عدن، طالبتها بالتدخل للحفاظ على الشرعية، فيما لم يصدر بعد موقف عملي من السعودية إزاء محاولة الانقلاب التي يقودها المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تسير الأوضاع في عدن باتجاه المزيد من العنف والفوضى بحسب نداء بعثه رئيس الحكومة أحمد بن دغر من مقر إقامته في قصر المعاشيق. بن دغر دعا التحالف والعرب جميعا أن يتحركوا لإنقاذ الموقف، ولكنه شدد على أهمية قيام الإمارات بواجبها باعتبارها صاحبة القرار في عدن. دعوات لا يبدو أنها وجدت صدى في أي مكان أو لدى أي طرف، حيث ما زال صوت الاشتباكات والتحريض ضد الحكومة هو الأكثر دويا والمسيطر على المكان والزمان. ارتفاع موجة العنف كان أمرا متوقعا منذ قيام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قبل أسبوع بمنح الرئيس هادي أسبوعا لإقالة حكومة بن دغر، ما لم سيفرض المجلس سلطته على المدينة بقوة السلاح. السبت الماضي اجتمع رئيس الحكومة بقيادات التحالف الموجودة في عدن، وتم الاتفاق على التهدئة وإلغاء فعاليات المجلس الانتقالي، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنها لن تسمح بإقامة أي فعاليات مناهضة للحكومة، وستمنع دخول المسلحين إلى مدينة عدن. بعد ساعات قليلة أصدر التحالف بيانا خجولا اعتبر تهديد المجلس الانتقالي للحكومة سجالا إعلاميا لتقويم أدائها، وهو ما شجع أنصار المجلس الانتقالي لتحريك القوات العسكرية في المدينة والسيطرة على عدد من المؤسسات والمباني الحكومية. مساء السبت قالت الحكومة السعودية في بيان نشرته صحيفة عكاظ إنها تجدد تأكيدها على دعم الحكومة الشرعية في اليمن والوقوف بكل حزم إلى جانبها ضد أي محاولات انقلابية تستهدفها. تلك التصريحات لم يتم ترجمتها إلى أفعال ولم تصل للأطراف الفاعلة في التحالف على الأرض. يستمر السكوت من قبل التحالف والمجتمع الدولي على ما يجري في عدن وسط تحريض وسائل الإعلام الإماراتية على الشرعية والحكومة التي ما زالت تصف الحرس الرئاسي بالميليشيا، فيما تم تقسيم المدينة بين القوات الشرعية وقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات. وإلى اللحظة لم يصدر موقف رئاسي إزاء ما يحدث، وربما هو مرهون بموقف اللجنة الثلاثية المشكلة من السعودية والإمارات واليمن. وتبقى الساعات المقبلة حافلة بالكثير من الخوف واحتمالات العنف مفتوحة وتهدد حياة سكان المحافظة الواقعة تحت ظلال المدافع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع العميد مهران القباطي قائد اللواء الرابع حرس رئاسي. مرحبا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا سيادة العميد. كذبتم الأخبار التي قالت بأنه تم السيطرة على اللواء الرابع حرس رئاسي، كان لكم تصريح قبل يعني ساعة من الآن. الآن بعد يعني الأخبار الآن التي تداولت بأن هناك تهدئة لوقف إطلاق النار، ما المتوقع في الساعة المقبلة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، جاءت التوجيهات بوقف إطلاق النار، رغم أن كان موقف الوحدات العسكرية وألوية الحماية الرئاسية في مقام دفاع لأنهم خرجوا سلبية
ومحافظة على المرافق الحكومية وتأمين سير الناس من أي شغب من أي فوضى، كان هذا هو الهدف. نعم. فتفاجأنا أن جاءت يعني قوة غير متوقعة ومن أبناء جلدتنا، وحصل ما حصل كما سمعتم، وجاءت التوجيهات وقت إطلاق النار، ونحن ملتزمون بأوامر وقت إطلاق النار، ونشكر المملكة أنها تداركت الأمر يعني في وقت مبكر وإطفاء الفتنة، وهم لا يرضون بما يصير، وهم مستعدون لأي طارئ ولا يقبلون زعزعة شرعية هذه. نعم. طيب سيادة العميد، الآن فعليا ألوية الرئاسة بما فيها اللواء الرابع حرس رئاسي، هل يعني لازلتم في معسكراتكم أم أنتم منتشرون في الشوارع؟ كما تحدث الأخبار بأن ألوية الحرس الرئاسي امتدت على الشوارع حتى محافظة لحج من دار سعد باتجاه لحج بشكل كامل، فرضت نقاط أمنية هناك. طبعا أخي، نحن طبعا لو انتشرنا، ونحن الحمد لله منتشرون، نحن نمثل دولة ونمثل وحدات عسكرية تتبع وزارة الدفاع وتتبع وزارة الداخلية. نعم. فنحن مسؤولون على انتشارنا إذا انتشرنا، ولكن نحن انتشرنا حول بعض معسكراتنا من أجل الدفاع ومن أجل لا يقولون أننا نستفزهم وأننا يعني نحاول نستفزهم من بعض الأمور وكذا. نعم. وإذا خرجنا إلى الشوارع وأمن الخطوط، نحن محسوبون على وزارة الدفاع، وهنا قوة أيضا محسوبة على وزارة الداخلية، نحن نمثل دولة. نعم. طيب الآن دور مدير أمن عدن ومدير أمن لحج سيادة العميد، كيف التعامل فيما بينكم حول ما يحدث الآن في عدن؟ طبعا دور مدير الأمن عدن ودور مدير أمن لحج طبعا هم معينين بقرار جمهوري من فخامة رئيس الجمهورية. نعم. ولكن للأسف ما رأيناه اليوم كشفت لنا أشياء ما كانت بالحسبان، يعني أن يأتي مدير أمن لحج الذي ما استطاع أن يؤمن محافظة لحج، يأتي ويعزز من داخل لحج وينزل بيان بأنه قد اقتحم اللواء الرابع الإرهابيين، وأنه قد تم تشريد اللواء العميد مهران القباطي وإلى غير ذلك. وتفاجأنا بهذا الكلام، أن يصر فيه رجل محسوب على الشرعية ورجل محسوب على الدولة، يعني يأكل من خيراتها ويطعنها في الخاصرة في الظهر، يأكل من خيرات الدولة ويسلم المرتبات، وتفاجأ في يوم وليلة وعشية وضحاها يطعن الشرعية من الظهر ويثير الشغب وإلى غير ذلك. وكذلك مدير أمن عدن نفس الكلام الذي يعني أعطاه منصب، لو يجلس على الساعة التغيير من 2007 ما حصل على هذا المنصب. فخامة الرئيس الجمهورية أعطى لهم المجال ليشتغلوا بصدق وإخلاص، ولكن للأسف أنهم يعني جاءت الأشياء الأمور، وهذا في هذا اليوم كشفت الأوراق وكشفت النوايا. نعم. تفضل. نعم سيادة العميد، إذن بعدما تكشفت النوايا كما تقول الآن من قبل من عينهم الرئيس هادي وسلم لهم أجهزة الدولة كمدير أمن عدن شلال ومدير أمن لحج، وهم الآن أخذوا هذا السلاح وقاموا بالمجاميع المسلحة ومهاجمة المعسكرات ومؤسسات الدولة، أنتم الآن ما الذي ستفعلونه أمام كل هذا التحرك ضدكم وضد الشرعية؟ نحن ملتزمون بأوامر رئيس الوزراء ووزير الداخلية وفخامة رئيس الجمهورية بوقف إطلاق النار. هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا ملتزمون بتوجيهات المملكة العربية السعودية التي ساعية جادة في هذا الأمر، ولملمة الشمل في خلال هذه اليومين كانوا يسعون في تهدئة الوضع، ولكنهم تفاجأوا هم بأنفسهم
نعم. لكن نحن أبلغناهم ونحن طبعا نتجنب ولا نريد أن نكون فاتح الشر، لكن إن بدأونا والله سنرد الصاع بصراحة، لأنه فرق السلاح كله الذي معنا ونقاتلهم فيه، لأنهم متمردون على شرعية الدولة وعلى شرعية هذه. الحوثي لا يزال في أطراف لحج وفي أطراف أبين، وهؤلاء يخدمون أجندة، أنا أقولها بصراحة يخدمون أجندة. لو الأمر استمر وعادوا مثل ما كان في اليوم لنرد الصاع بصاعين ونخرج جميع السلاح الذي لم يتوقعوه. نعم، ولكن سيادة العميد ألا ترى بأن هذا تصعيد خطير ربما تتجه عدا نحو المجهول وتدخل في صراع واقتتال بين أبناء الجنوب فيما بينهم؟ قلت لك أنا نحن ملتزمون بالأوامر، أوامر وزير الداخل فخامة الرئيس وزير الداخلية ورئيس الوزراء، ما نبدأ بخطة ونتجنب. لكن إن جاءونا مثل اليوم لما فاجأونا بمدرعات إماراتية عندهم أجهزة تواصل من نقطة إلى نقطة من سيارة إلى سيارة، فاجأونا بأطقم تتبع الحذاء حملهم، فاجأوا حتى أن غنمنا بعض الأطقم لما جاءوا بتكبر السلاح، أسرنا منهم مجموعة وأخذنا الأطقم، يعني تجد التصنت من الجهاز الذي على الشاص أو على السيارة، جهاز الإرسال اللاسلكي مربوط. أنا أقول الكلام وأنا مسؤول على كلامي، وهذه نعم. ثاني مرة أتكلم في بلغيس، في قناة بلغيس، قبلها قلت في قناة اليمن نعم، وقلت مسؤول على كلامي. وأيضا الأباسي محلق على رؤوسنا والطائر المطير محلق على رؤوسنا، هذا ماذا يدل؟ نعم، هذا يدل هذا. نعم، إذن ربما إذن هو تحرك بدعم إماراتي كما تحدثت سيادة العميد مهران، طيران الأباتشي يحلق فوق رؤوسكم، مدرعات إماراتية هي من تتحرك، إذن ربما هو ضوء أخضر من الإمارات ضدكم وضد الشرعية في عدن سيادة العميد. ما يستبعد لأن هذا الشيء نحن طبعا سكتنا وتحملنا، لكن حق اليوم هي كشفت لنا أوراق. وأنا أقولها الصراحة، يعني الآن هم ينقلون عنا أننا منتشرين في الشوارع وفي الشارع وبالدبابات، وأنا لو انتشرت أنا رجل أمثل دولة وأمثل وزارة، لكن هم لو انتشروا يمثلون معي. الرئيس دعاهم، دعا الحزام الأمني ينضم إلى وزارة الداخلية رفضوا، ودعا مرة أخرى رفضوا. هم يمثلون من؟ إذا انتشروا يمثلون من؟ نعم. وإذا استلموا السلاح والمدرعات والأطقم يمثلون من؟ يمثلون الميليشيات، وهذا لا يخفى. نعم، أشكرك. وهذا في التحالف يعني لدعم الشرعية وليس الانقلاب. نعم، أشكرك جزيل الشكر قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي، كنت معنا من عدن. وينضم إلينا الآن معالي وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني. معالي الوزير أهلا بك. أهلا وسهلا معالي الوزير. إذن أين الحكومة الشرعية مما يحدث؟ هل كنتم في غفلة من هذه الإرهاصات التي أنتجت ما حدث اليوم في عدن؟ الحكومة الشرعية تتابع عن كثب الأوضاع منذ حوالي أسبوع عندما صدر بيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الذي حول التصعيد من اتجاه الحشد ضد الانقلابيين الحوثيين، من اتجاه تصفية معسكرات عدن من بارد ومن عمار أولاد عفاش، حول البوصلة باتجاه المعاشيل نحو هذه الحكومة ونحو أجهزة الحماية الرئاسية والأمن الذي يمثل هذه الدولة. الحكومة تتابع وهي على مزود القيادة، ليست متابعة فقط ولكن تجود الجهود التي تبذل لحقن دماء الناس، لحقن دماء اليمنيين فيما بينهم البين، الذين يدعون أنهم جنوبيون، الذين يدعون أنهم قد
أنتجوا عملية التصالح والتسامح الذين حملوا شعارات دم الجنوبي على الجنوب الحرام. اليوم وفي يناير يعاودوا الكره بالهجوم على أجهزة الأمن وعلى آلية الحماية الرئاسية تحت شعارات ما أنزل الله بها من سلطان. الحكومة ثابتة في موضعها الجهادي، والحكومة تحرص على دم كل شخص في هذه المدينة، تحرص على دماء الناس بمختلف انتماءاتهم. لكن يبدو أن المتعطشين للدم كما هي عاداتهم في الطرف الآخر لم يبالوا بهذا الاتجاه. ونحن ندعو أبناء عدن، أبناء شعبنا في عدن في كل المناطق اليمنية المختلف انتماءاتهم السياسية والمنظمات المجتمع المدني والاجتماعية والقبائل، وأن يحددوا موقف ما يجري. هل يريدون ضد الدولة؟ هل يريدوننا؟ هل يريدون هذه الدولة أن تصدر ندخل في عصر الميليشيات؟ طيب معالي الوزير، الحكومة هذه دستورية وحكومة يعترف بها المجتمع الدولي وتنص عليها قرارات مجلس الأمن الدولي، هي حكومة تمثل اليمن. نعم. تقود اليمن في الحرب لإسقاط الانقلاب في صنعاء، واليوم تقدر في الظهر تطعم في الظهر ممن كنا نعتقد أنهم أخوة لنا. نعم. طيب معالي الوزير، أيضا نقطة مهمة، الجميع يتحدث بأن تحركات المجلس الانتقالي اليوم هي بضوء أخضر ودعم واضح من الإمارات العربية المتحدة. موقف الحكومة الشرعية الآن من الإمارات وما تقوم به في الجنوب من دعم الانقلابيين كما تقول؟ نحن لازلنا نأمل في من أشقائنا في التحالف سواء المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أن يتدخلوا لوقف هذه المعركة لحقن الدماء التي تذهب بدون مبررات. كيف تطالب معالي الوزير؟ معالي الوزير معذرة على المقاطعة. معالي الوزير معذرة على المقاطعة، كيف تطالب من التحالف العربي أو من الإمارات العربية المتحدة أن توقف حمام الدم الآن اللي بدأ يعني في عدن وهذا الانقلاب، وهي أيضا من تموله وتدعمه كما يقول الكثير وتقولون أنتم وقالها رئيس الوزراء؟ نحن نأمل أن يستفيد العدل. لا شيء غريب أن يكون هناك تحالف بين الشرعية اليمنية وبين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأن يكون طرف من هذا التحالف في خندق آخر غير الخندق الذي تتموضح فيه الشرعية. نعم. لازلنا نعمل في الأشقاء الإماراتيين والاتصالات معهم جارية، ونحن نأمل منهم الشيء الكثير لأن ما يجري يشوف صورة التحالف ونشوف صورة الإمارات العربية. نعم. نفسها إذا 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 أتينا لنقيم الأحداث التي تنشب. نعم. وهي لمصلحة الحوثي في صنعاء 100%. بالتأكيد. معالي الوزير، أمس التقيتم بقيادة التحالف العربي بما فيهم الإمارات العربية المتحدة، بماذا يعني خرجتم باللقاء الذي يعني اجتمعتم معهم؟ وأيضا كان لكم لقاء قبل يعني دقائق من الآن للحكومة، ما هي مخرجات هذا اللقاء؟ الحكومة في تواصل دائم مع أشدائنا في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وهناك جهود تبذل من أجل التهدئة، ونحن نقدر ونثمن جهود الأشداء في المملكة العربية السعودية، ونطالب بالتواصل مع الأشداء في الإمارات للوصول إلى وقف حمام الدم هذا والوصول إلى تهدئة. نعم. لا يمكن تحقيق المطالب السياسية بالسلاح أبدا. طيب. هذا أمر مرفوض جدا. طيب معالي الوزير، وضحت هذه النقطة. نعم معالي الوزير معذرة على المقاطعة، ابقى معي. وضحت هذه الجزئية ووضح موقف الحكومة بالدعوة للتحالف العربي السعودية الإمارات بأن تتدخل لإيقاف هذا العبث الحاصل في عدن والانقلاب الذي ربما نحن أمام صورة منسوخة لما حدث في عام 2014 كما تحدثت معالي الوزير في بداية كلامك. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الجنوبي من نيويورك أحمد الصالح. مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا بك عزيزي وفي ضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ أحمد. إذن
اتخذتم القرار كجنوبيين وكمجلس انتقالي بأنه لا رجعة وأنه لابد من إسقاط الحكومة، وكما حدث اليوم من تفجير الأوضاع في عدن، هل هي النهاية وهي آخر مسمار في نعش الشرعية والاعتراف بها كما تقولون؟ للأسف الشديد يا سيدي العزيز، هناك مغالطات كثيرة جدا. أولا، من خرج هو الشعب وليس المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي هو ممثل سياسي فقط، ومن خرج هو الشعب والمواطنين. للأسف هذه الحكومة تفتقد لأدنى مقومات الشرعية الحقيقية، يعني لا يوجد لها أي مصوغ قانوني في الدستور، وحكومة فاسدة أثبتت كافة المراحل بأنها فاسدة بشهادة يعني مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد العزيز المفلحي، ورئيس وزراها ونائب رئيس وزراها وزير الداخلية، الذي أصدر قرار في وقت متأخر يوم أمس بمنع المتظاهرين السلميين، وبالتالي نشر قوات ما يسمى بالحرس الرئاسي لقتال الناس يعني تفجير الوضع عسكريا. ولكن الرواية الأخرى أستاذ أحمد الصالح تقول أنه من قام بالانتشار ومهاجمة مؤسسات الدولة، ورأينا قوات الحزام الأمني وهي تقتحم يعني مؤسسات الدولة ورئاسة الوزراء، حتى مكتب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر واسمه يرمى ويتم التصوير في مكتبه، وأيضا ينفي على الطرف الآخر كان معي قبل قليل العميد مهران القباطي قائد اللواء الرابع حرس الرئاسي، نفى بأنهم كانوا في معسكراتهم آمنين وتفاجأوا بمهاجمة المعسكرات واقتحامها واقتحام مؤسسات الدولة، مضطرهم للدفاع عن أنفسهم. من الطبيعي جدا بأن القاتل لا يقول لك أنه قاتل، دعني أقول روايتي، هم قالوا روايتهم، أنا نعم أقول أكيد. لك بأنه هذا ما حصل، هناك نعم. أدلة حقيقية مادية ملموسة ومثبتة، هذه دماء ناس ولن يتم التنازل عنها أبدا. يعني الموضوع اليوم خرج الموضوع تغيير الحكومة وما حكومة، اليوم موضوع مطالبة بالقصاص من أحمد عبيد بن دغر وأحمد المنشري. الشعب لن يسكت ولن يصمت أبدا، الجميع خلف الرئيس هادي نعم، الجميع خلف التحالف نعم، دماء الناس ليست العبث. الشعب طالب بإقالة الحكومة في وضع ديمقراطي حقيقي يعني يكفله الدستور والقانون، ولكن للأسف الشديد هؤلاء عصابات لا يؤمنون لا بديمقراطية ولا بحرية. نعم. ومنعوا الناس من، تخيل احد يمنع الناس من التظاهر السلمي وفي الصباح يخرج باسلحه ومدرعات لقتل الناس واطلاق الرصاص يعني بشكل عشوائي على ارواح الناس بشكل طيب. استاذ احمد حقيقه عقليه الدوله. نعم استاذ احمد اسمح لي فقط، انا ساعطيك الوقت ولدينا وقت متسع في هذه التغطيه المباشره والمتواصله، فقط انقل تساؤلك وكلامك لمعالي الوزير صالح الجبواني وزير النقل. معالي الوزير، اذا الاستاذ احمد الصالح يقول بان في الجنوب المجلس الانتقالي والشعب الآن لم يعد يطالب بإسقاط الحكومة فقط، ولكن يطالب بالقصاص من رأس الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء وأيضا وزير الداخلية الميسري. أخونا أحمد خرج من البدالة التي يشتغل فيها ليقول كلاما لا أي ماهية ولا، وهو بعيد عن الواقع ولا يعرف ما يجري. الدكتور أحمد عبيد بن دغر رجل مناضل لوجود الحكومة اليمنية، وفر الماء وفر الكهرباء وفر المرتبات، أعاد عدن إلى سابق عهدها من الهدوء من الاستقرار، أغاضهم هذا الأمر. اليوم من يريد أن يتصل من أحمد عبيد بن دغر هذا المتجول اللي جالس في نيويورك كذاب، هو وكذاب من يقول هذا الكلام. أحمد عبيد بن دغر إمام الآلاف كتصدق عليهم أن يعوا أن اللعب بالنار لن يخدمهم. نحن موجودين وندعو إلى التهدئة، لا نريد سفك الدم، أما إذا استمروا فيما هم فيه، لدينا جيش، لدينا أمن، لدينا أدوية حماية رئاسية، وكل من هذه الأجهزة يقوم بالواجب وبالمهمة الملقاة على عاتقه في الدفاع عن الدولة. نحن ندافع عن الدولة ضد هذه العصابات التي تريد أن تعيدنا إلى عصر الميليشيات. على الكل أن يدرك أن الأمر ليس نزهة أبدا، لن تكون نزهة ولن تكون نزهة. الأمر اللغة الاستعلائية، معالي الوزير، اللغة الاستعلائية والثقة المفرطة التي
نلمسها ونسمعها من كل قيادات الحراك الجنوبي أو المتمثلة بالمجلس الانتقالي، وكما سمعت الآن قبل قليل من الأستاذ أحمد الصلاح وهو الآن يسمعني، هذه الثقة الكبيرة من أين يستمدونها حتى يتكلموا بهذه اللهجة وأنهم يعني قد سيسقطون الحكومة وسيحاكمون وهم الشعب ويتكلمون باسم الشعب؟ هؤلاء يعيشون في الوهم منذ زمن طويل، وكانوا مسؤولين عن الواقع وعن الأرض. نحن نطالبهم من يعودون إلى الأرض، يعودون إلى الواقع، أن يدركوا أن الدماء لن تجر إلى الدماء، وأن النار لن تجر إلا النار. نحن لا نريد قطرة دم تسقط من مواطن في عدن، نعم، حتى من كل الأطراف. نحن حريصين على الكل، لكن الاستمرار في هذه العملية سيجعل الطرف الآخر، سيجعل الجيش، سيجعل الأمن، سيجعل إلوية الحماية الرئاسية تقوم بواجبها ومهامها. طيب نحن نأمل، طيب معالي الوزير، من أشجاعنا. نعم معالي الوزير اسمح لي، لحد الدم. نعم نعم، هذه النقطة قد ذكرتها أكثر من مرة. أستاذ أحمد الصالح، كمان أنا أستأذنك سأعود إليك وأعطيك الوقت الكافي حتى لا تقول بأني لم أعطيك الوقت، لكن الآن ينضم إلينا الأستاذ سليمان عقيلي لأنه على عجلة، مداخلة بسيطة ومن ثم أعود للأستاذ أحمد الصالح. المحلل السعودي سليمان العقيلي، مرحبا بك أستاذ سليمان. أهلا، أحييك وأحيي ضيوفك ومشاهديكم الكرام. مرحبا بك أستاذ سليمان. إذن السعودية، الجميع يتساءل لماذا هذا الصمت من قبل المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي في اليمن التي أتت من أجل استعادة الدولة والشرعية، صامتة أمام انقلاب يتشكل بدعم إماراتي في الجنوب كما يقول الكثير من اليمنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أربأ بك وبالمنصفين والعقلاء اليمنيين أن يلقوا بهذه التهم الجزاف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الذي تبذل فيه المملكة العربية السعودية التضحيات الجسام من دماء أبنائها ومقدرات شعبها. نعم. والمملكة العربية السعودية في المقدمة من القوى الإقليمية والدولية التي تعلن صراحة تأكيدها على وحدة اليمن وعلى تعزيز شرعيته الدستورية ونظامه السياسي. نعم. والمملكة العربية السعودية لا تسكت ولن تسكت عن أي عبث بأمن اليمن أو أمن شعبه أو مصالحه. نعم. من تجار الحروب وعملاء الاستعمار. نعم. وأنا لا يعني أنا لم أستمع لبرنامجي. ولا نعم أستاذ سليمان، هذا الكلام لم يعد كلامي يعني أنا. هناك دعوة من رئيس الوزراء يعني تشيد بدور المملكة العربية السعودية ويتمنى من الإمارات العربية المتحدة أن يكون موقفها كالسعودية من أجل رد الصعب ورد الصعب من وإيقاف هذا الحرب الآن اللي بدأت تنفجر في عدن. وأيضا كان معي قبل قليل قائد اللواء الرابع حرس رئاسي العميد مهران القواطي يقول بأن طيران الأباتشي خرج يساند يعني الحزام الأمني، وطيران الأباتشي كان يعني يحلق يعني على رؤوس الجنود ومعسكر اللواء في صورة واضحة بدعم من الإمارات. المدرعات الإماراتية تحركت اليوم مع الحزام الأمني مع الانقلابيين لاقتحام مؤسسات الدولة واقتحام المعسكرات، وهم الآن في مرحلة الدفاع عن أنفسهم. إذن الآن الكلمة الفيصل ربما هي للمملكة العربية السعودية قائدة التحالف، موقفها ما الذي ستقوم به وتتدارك أن ينفجر الوضع أكثر؟ أولا صوتك يتقطع ويعني فكرة، ولكن فكرتك أنا فهمتها. نعم. إذا كان هناك سوء فهم سواء من الحكومة اليمنية أو من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، فينبغي أن تفعل نشاطات اللجنة الثلاثية التي تجمع المملكة العربية السعودية والإمارات والحكومة اليمنية، وهذه اللجنة برئاسة الحكومة اليمنية، فلتدعو الحكومة اليمنية هذه اللجنة للاجتماع للقضاء على سوء الفهم أو الاختلاف، لأنه لا يجوز ولا يمكن للتحالف العربي أن نكسر إرادة شرعية دستورية
أو الحكومة الشرعية التي اتفق العالم كله على تأييدها وعلى عودتها لتمارس سلطتها على الأرض. هذا لا يجوز، ولا أعتقد أن المملكة العربية السعودية توافق على أي اختراقات من هذا القبيل. إذا كان هناك خلافات أو اختلافات أو سوء فهم في عمل التحالف أو في علاقة التحالف مع الحكومة الشرعية، فليعقد الاجتماع للجنة الثلاثية وتحل هذه المسائل داخل هذا النطاق المؤسسي. وأنا أرضى بدولة الإمارات العربية المتحدة أن تنحاز للميليشيات ضد الحكومة الشرعية، ولا أتصور أن هذا يحدث. نعم. وإذا حدث فهذا اختراق، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهودها للقضاء على كل الاختراقات التي تمس الأهداف النبيلة لعمل التحالف في دعمه للشرعية اليمنية ولوحدة اليمن. وأنا على ثقة أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تدعم الحكومة الشرعية، ولم نسمع منها يوما من الأيام أنها ضد الشرعية اليمنية إطلاقا. وعلى هذا فأنا في ظني أن هناك سوء فهم أو اختراق ميداني لا يصل ولا يتصل بالقيادة السياسية الإماراتية، وعليه فلا بد من حل هذه الإشكالات لكي تكون الأمور واضحة جدا. هذه مرحلة دقيقة من مراحل تاريخ اليمن، وما يجري في اليمن هو تماما يتصل وبالدرجة الأولى بالأمن القومي السعودي، وغير مقبول أن تكسر إرادة المملكة العربية السعودية في أمنها القومي، ولا يجوز الالتفات على ذلك. نعم. لأنه أي تفتيت لليمن أنا أعتقد أنه عمل ضد أمن المملكة العربية السعودية. نعم، وهذا ما يخشاه الكثير ويحذر منها الكثير. أستاذ سليمان، اسمح لي أعود لمعالي الوزير صالح الجبواني. السيد أو معالي الوزير، الآن توقعاتك الآن الساعات المقبلة وغدا، إلى أين تتجه الأوضاع في عدن؟ نحو التهدئة، نحو احتواء الموقف، أم نحو الانفجار؟ دعني أذكر الأستاذ سليمان العقيلي أن الشرعية حليفتهم في هذه الحرب المصيرية لوقف المشروع الإيراني تطعن من الضار، والأباتشي ما توزع حلوى في عدن وهم يعرفون هذا الكلام. يا أما يكون تحالف نقي وحقيقي لهزيمة المشروع الإيراني، وإلا نحن كحكومة لن نظل أسرى للوهم. نحن نطعن في الضار في عدن، والأباتشي تحلف وتقذف، والميليشيات الانقلابيه في عدن تكرر ما تفعلها الميليشيات الانقلابيه في صنعاء. وانا متاكد ولديهم اجهزه مخابراتهم انهم يعلمون بهذا الامر. ونحن فقط نراعي الاخوه، نراعي الدم والمصير المشترك. نحن في معركه مصيريه كبرى ضد ايران واذنابها، فكيف ياتي من يطعننا في الدار في عدن؟ نحن فهمنا من هذه الدبلوماسية التي نحن نحترم التحالف، نحترم أشقائنا، ونضغط على أنفسنا حتى وجهت سلاح إلى صدورنا اليوم في عدن. إذن على الأشقاء في السعودية أن يتخذوا الموقف الحقيقي والصح قبل أن ينهار هذا التحالف، وقبل أن الشرعية ستقاتل تحت عنوان الشرعية أو أي عنوان لن نسلم للميليشيات أبداً. لكن للأشقاء في السعودية دور، هم قيادة التحالف وهم الذين أتوا بالإمارات العربية المتحدة لهذا التحالف. نحن لم نطلب الإمارات، نحن طلبنا المملكة العربية السعودية لإنجاز اليمن. واليوم الحكومة الشرعية تهاجم من الميليشيات الإنقلابية الأخرى. نعم. هذا أمر لا نستطيع أن نفهمه. الساعات القادمة نحن كما قلت لك في جهود تبذل
وقت نزيف الدم هذا الذي ليس له مبرر الا خدمه ايران واهدافها في الليله الحوثيين في صنعاء يرقصون طرفا. نعم. لكن لا ندري الاشقاء في جهودهم الى اين وصلت، واذا لم تثمر فتستأنف المعركه وتكون معركه الغد اشد من معركه اليوم، وسنستمر نحن سنستمر. لكن اشقائنا لنا حق على اشقائنا ان يوقفوا هذا العبث وهذا الجنون، ان يوقفوا ويدعونا نتطرق للمعركه الحقيقيه مع ايران واذنابها. نعم. طيب معالي الوزير، اذا شكرا جزيلا لك صالح الجواني معالي وزير النقل. وعودة أخيرة فقط إلى المحلل السعودي سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، الوقت لم يعد في صالح أحد، هذه اللحظات صعبة بالنسبة لليمنيين وقد عاشوها في انقلاب عام 2014، هل سنلقى تحرك عاجل من المملكة لإيقاف هذا العبث أم ربما ستصم الآذان حتى تصبح الكارثة كما حدث عام 2014؟ اولا انا اخي الكريم لست عضوا بالحكومه السعودية. بالتاكيد قراءتك فقط او توقعك. نعم نعم استاذ سليمان، نعم اتوقع فقط ان المملكه العربيه السعوديه تعتبر امن اليمن ووحدته وسلامته الاقليميه جزء لا يتجزا من امنها القومي، وعليه انا اتوقع انه الرياض تسعى لدعم الشرعيه اليمنيه سواء بالأسلحة أو بالمعدات أو بالتدريبات، ولكن على الشرعية أيضا أن تقوم بواجباتها. يعني الألوية المسرحة التي سرحتها الشرعية لماذا لا تستعيدها؟ ثانيا لماذا لا تصرف رواتب جيشها؟ يا أخي غير معقول أن جيشا يحارب بدون رواتب وراءه أسر وأطفال. نعم. لابد أن تصرف الشرعية ولو بالاستدانة. نعم. رواتب لجيشها حتى على الأقل المقاتل يضمن سلامة أهله وأطفاله. نعم. في وراءه هذه أمور بديهية على الشرعية أن تستعيد كافة الألوية التي تم حلها، وأن تصرف الرواتب والحوافز لجيشها الذي يقاتل الميليشيات. عمرنا ما شفنا الميليشيات تبني دول، خربت العراق وخربت ليبيا وخربت شمال اليمن، والآن تريدونها أن تخرب جنوب اليمن. الميليشيات خراب وويلات على الأمم وعلى الشعوب. لا تنهض الأمم إلا بالدول وبالحكومات الشرعية وبالاستقرار والطمانينة والأمن. أنا أدعو الحقيقة، أدعو كمواطن عربي سعودي، أدعو الحكومة الشرعية إلى تفعيل جاهزية الأمنية وإلى دعم جيشها وصرف رواتبه واستدعاء الألوية التي تم حلها أو تسليحها. وأدعو أيضا حكومة المملكة العربية السعودية، وأنا أثق في نواياها المخلصة، إلى دعم الحكومة الشرعية بالأسلحة عبر ميناء عدن وعبر المعابر البرية، لكي ما تحسم هذه الحكومة الشغب الذي يراد منه إفشال المهام الحقيقية لعاصفة الحجر، وهي إعادة النظام السياسي الشرعي إلى صنعاء وإلى ربوع اليمن. وأنا على ثقة أن هذه الزمرة الصغيرة التي لا تمثل لا أقاليمها في الضالع وفي يافع وفي غيرها، ولا بالتأكيد هي لا تمثل شعب عدن، لأنها مفلسة وأن الجميع ينظر إليها كجماعة ارتزاقية وأنها مصيرها مزبلة التاريخ، لأن الشعوب لا تقبل المرتزقة وتجار الحروب الذين يفتنون في المال وتسير لعابهم للأموال مقابل تنفيذ الخطط الأمريكية والخطط الإيرانية. هذا عمل لصالح إيران ولصالح أمريكا، وأنا في ظني أن كلا هاتين القوتين الإقليمية والدولية هما اللذان مولا عملية احتلال صنعاء.
أشكرك جزيل الشكر المحلل السعودي سليمان العقيلي، كنت معنا من الرياض، والشكر أيضا لقائد اللواء الرابع حرس رئاسي العميد مهران القباطي، وكذلك الشكر لمعالي وزير النقل صالح الجبواني، وكذلك للناشط السياسي أحمد الصالح. وأعتذر مرة أخرى يعني كنت أتمنى أن يواصل معنا لكنه أغلق التليفون وذهب ولم يتكلم، يعني ولم يأخذ الوقت الكافي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة في هذه الحلقة من زوايا الحدث، التغطية متواصلة حول ما يجري في اليمن وحول ما يحدث في عدن على وجه التحديد، حتى الملتقى على رأس الساعة. بشكر معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن.